لازم يمثل. تعالى يا رب. بص بقى يا سيدي، طب ما اخدش راوند كده حوالين ال انا راوند ايه عشان بس اسخن ما يحصلليش كده شد ولا يا عم. لا ده انت هتلعب بالراحه، انت حاول تجيبها في اي اهم حاجه التلفزيونات. لا بس انت اعملها وهي بتنط احسن. مين ده وهي بتنط احسن؟ كابتن ميدو ما تقولش كده. صدقني والله شفت اسمه ايه بيسموها ايه لما بتعمل كره لوب؟ ايوه اه والله هتشوطها كده هتكسر الشاشات اللي ورا. عيب عيب والله هتكسرها يا كابتن ميدو ما تقولش كده. طب يلا بالراحه. عارفين 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 الفيلم بتاع كابتن زيزو يا ولد؟ لا عارفين الفيلم بتاع اونكل زيزو حبيبي بتاع حقنة الهيطة؟ شوف الكرة حوالين البرج. هو احنا كل واحد ترى الكورة ولا هو انا؟ هو جرب اهو. ان شاء الله ما تجيش يا رب. ياي انا عندي يلا يا معلم ما تجيبوا لنا الكورة. ما تخافش ما تخافش. ايوه يا انا رب. انا غششتك اهو. بس دي الكورة، الكورة دي سهلة. ماشي طيب. الكورة صغيرة. ما هو زي ما انت عايز اهو. في كور كبيرة يا جدعان اكبر من كده. اهي دي اهي. والله صدقني اللي هي دي احسن واحدة. جرب انت اللي انت عايزه. هي واحد يعني مش معلش. اونكل زيزو حبيبي. على فكره بالصغيره اسهل. عارف ليه؟ عشان هتخش اسهل. ان شاء الله ما تجيش يا رب. ايه ده يا عم ده؟ يا نهار ابيض. لا كابتن ميدو واضح ان الكورونا كانت عامله. لا لا شوف بقى دي، شوف دي. ما تقولش طارق حامد. يا نهار ابيض. طارق حامد؟ ده شوف رجعت على الارض زعفت. اشمعنى اخترت طارق حامد؟ بحبه. بتحب طارق؟ فايتر. جامد ولا؟ فايتر. ها؟ اهي بص دي انا هجيبها بقى. ايه يا جماعه ده؟ الحمد لله مش راحت فين. ها انت قصدها معايا يعني ولا؟ والله بص انا في اللعبه دي ضايع مش عارف ليه، مع ان انا وانا بلعب كنت يعني ايه كنت شويت كنت الشوط بتاعي كان كويس. يا رب. لا لا ايه اللي حصل؟ هتخش ايه؟ والله كنت ماشي اقسم بالله. انا ليه بعملها جامده كده ليه؟ مش عارف في ايه. طيب يا ولد احنا على فكره احنا الاثنين ضايعين. اه والله. احنا عايزين نستعين بحد من الجمهور. نلعب ريسك. اهو. لا احنا الاثنين ضايعين. الساده المشاهدين كلهم هيقفلوا دلوقتي. لا لا ازاي؟ ازاي؟ عايز اخد منك ايوه. هي جت هي مش جايبه. اخيرا عايز توقع لماتش مصر والسنغال. مين اللي هيصعد كاس العالم؟ رايك ايه؟ تمنيات ان شاء الله مصر. تمنيات اكيد مصر طبعا. وان شاء الله توقع ان شاء الله بعد الماتش الاولاني احنا هنعدي فيه بشكل كويس. وهناك نستنى لما اقول لك ان شاء الله بعد الماتش الاولاني. بعد الماتش معاك مداخله في التليفون. نشوفه الماتش الاولاني هنكسب ان شاء الله باذن الله. وانا متوقع ان شاء الله الماتش الاولاني ان شاء الله باذن الله. انا متفق معاك ان الماتش ده مش ماتش امكانيات بس، وده خالص. مش تقريرا في امكانيات لعبتنا. لا ده ماتش قلب وروح. انا ما بشوفش ان وده حضرتك ممكن تتفق معايا فيه، الموهبة حوالين العالم ما يعادلش زي زمان طفرات تحدي عالي جدا عن التاني. لكن انا شايف ان بدنيا هم لانهم بيتدربوا بشكل طبعا ولايف ستايل مختلفة انت عارف يعني. لكن انا شايف ان احنا قادرين ان شاء الله باذن الله. تقدر تقول لي التشكيل الامثل لبيج رامي في ماتش السنغال الاولاني؟ خلي بالك ده هيتاخد في كل حته. طيب ركز. شايف احنا الحارسين بتوعنا جاي جدا جدا. انا بحب ابو جابر جدا وصاحبي جدا بس انا شايف ان الشناوي هيكون موجود. بص بقى كده اه ايوه يا كوتش. ماشي ماشي. دلوقتي بيج رامي هو مكان كيروش وهيحط التشكيل الامثل. هم طاروا الربع. بص المنتخب كله طار من دماغ ده. ها التشكيل الامثل لمباراه السنغال. الشناوي جول كيبر. تمام. طيب دلوقتي عندنا مين؟ باك رايت مين؟ عمر. عمر كمال؟ عمر كمال عبد الواحد. بس هو سليم لحد دلوقتي ان شاء الله. وان شاء الله ربنا يستر معاه ان شاء الله. فتوح من ناحيه فتوح الشمال. الشمال عمر كمال وفتوح. وعندنا هيبقى في الدفاع هنحط مين؟ هنحط طبعا الونش. الونش ان شاء الله باذن الله. وعبد المنعم كويس. هم عملوا كومبو كويس قوي في حلو فاهمين بعض ان شاء الله. تمام. نص الملعب بقى على الدايره بقى ارتكاز ده بقى مين؟ هو بيلعب 4 3 3. ايوه انا شايف السته بتاعنا هيكون احنا بتاعنا بتاع الاهلي حمدي فتحي. حمدي فتحي حمدي فتحي. واعتقد هيلعب بالسوليه. السوليه. واعتقد جنبهم ممكن يلعب نقدر مين؟ في زيزو وفي النني وفي تريزيجيه. اعتقد اعتقد انه هيبدا بالنني يعني الثلاثه اللي زي ما كنا بنلعب. وطبعا يعني صلاح. صلاح وجرايد. واعتقد مصطفى محمد. مصطفى محمد ناحيه الشمال. والله ناحية الشمال
مين ممكن يكون موجود؟ تريزيجيه وعمر مرموش هو يختار واحد منهم. يعني هو دايما كان معودنا ان هو بيبدا بس انا اعتقد تريزيجيه نجح. اه تريزيجيه مش اخر ماتش جاب جون. ايوه تريزيجيه بس يعني هو الراجل بيحب مرموش قوي خلي بالك، وهو برده حتى مرموش جاب جون. اه جاب جون في الاخر. اه انا اعتقد انه هيحط تريزيجيه. تريزيجيه تشكيل بيج رامي لمباراه السنغال، الشناوي، عمر كمال عبد الواحد، الونش، عبد المنعم، فتوح، حمدي فتحي، النني، السوليه، صلاح، مصطفى محمد، وتريزيجيه. وده مش ابتكار، ده اللي احنا ملعبين وبس. احنا قدينا بيهم كويس جدا، حتى لما كانت بتحصل تبديلات كانوا دول انسب شكل لعبه في مع بعض في الملعب. هل انت شايف ان 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 ان, إن الناس كلها ابتدت تعرف التشكيل خلاص؟ انت راجل حتى لو مش لعبتك لكن كل الجمهور تعرف التشكيل خلاص او 90% منه. هل انت شايف ان ده يعتبر نجاح لكيروش ان هو ثبت الدنيا؟ هو 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 كيروش عمل حاجات غريبه جدا في الكوره. احنا ما كناش نتوقع ان عمر كمال هيبقى موجود في المنتخب ولا لكن هو لما اتلموا الناس لعبت مع بعض كوره كويسه جدا وهو بقوا امكانياتهم مع بعض. انت رايك فيه كمدرب؟ بصراحه هو غير وجهه نظرنا عنه بعد دور بعد التمهيدي في الامم. يعني لانه لعب مباريات كبيره جدا، يعني مباراه المغرب من احسن مبارياتنا في اخر مثلا كام سنه، فبصراحه احنا عملنا كوره فيها حلوه قوي. الماتشات اللي بعدها احنا طلعنا بيها بنتائج كويسه، صحيح ما كانش ادائنا احسن حاجه احسن حاجه، لكن احنا طلعنا بيهم لانهم كانوا كلهم فرق تقيله واحنا برده كنا مرهقين جدا. انت شايف الماتشات الاخيره كلها 120 دقيقه، فلا يعني يحسب له بصراحه. ايه هي اهداف بيج رامي للفتره اللي جايه؟ شغال على ايه؟ يعني ايه التارجت بتاعك اللي جاي؟ شوف انا نفسي يعني الفتره اللي جايه ككمال اجسام ان انا احقق البطوله اللي جايه اللي هي الثالثه ان شاء الله. دي شهر كام بقى؟ في شهر ديسمبر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اما كمان كشغل في مصر انا نفسي اقدر اللي انت قلت عليه، ادي رسالتي عشان يطلع اجيال ورايا بشكل مناسب. وده انا بعمله من خلال تيم احنا عاملينه اسمه كوسكواد. دلوقتي في حوالي 45 لاعب محترف. احنا تيم كبير جدا. انت اللي متبنيهم؟ مش انا اللي متبنيهم، هو بصراحه صاحب الفكره شخص محترم جدا وهو مصري. رجل اعمال مصري اسمه اسلام قرطام، واحنا وانا طبعا معاه في رئيس مجلس الاداره بتاعه الشركه بقى شركه لتطوير الاولاد الصغار. هو ده اهم حاجه. انا عايز اقول لك ان انا يعني الحمد لله دلوقتي عملت شركه كده برضو في الكوره، شركه لتطوير اللعيبه والمدربين المصريين. وعندي حلم، انا اعتقد ان هو ده الطريق. انا عندي حلم ان انا اطلع 20 25 لعيب محترف يلعبوا في التوب ليفل. يعني انا نفسي ان انا يعني يتقال في يوم من الايام بعد ما اموت يقولوا لاولادي ان ابوكوا عمل لعب كوره كويس جدا ولعب واحترف كويس وبتاع، وكان ممكن يبقى احسن، بس عوض ده بان هو طلع 20 25 ولد 30 ولد لعبوا. انا اعتقد ده هدف الاسمى في الموضوع. صحيح. ان الواحد ما يقتصرش بس نجاحه على شخصه، انه يسيب حاجه للناس. صحيح. ده المهم كده. تنورتني والله العظيم، انا مبسوط جدا اني كنت معاك. وعايز اقول لك ان لا بس لا ده مش المره الجايه هنعكس الكراسي. هيبقى في برضه نفس الاسئله بس مني انا للكابتن ميدو. انت تنورنا حبيب قلبي. حبيب قلبي ان شاء الله لك باذن الله بطل مستر اولمبيا للمره الثالثه على التوالي، وان شاء الله على اتصال بعد مباراه مصر باذن الله. حبيب قلبي كابتن ميدو. حبيب قلبي حبيب قلبي حبيب تسلم.